بسم الله الرحمن الرحيم. في شركات كتيرة بتعمل مجموعة فاميلي خاصة بيها، وفي بعضهم بيضيفوا كبلوجن للريفت، بحيث ان انت وانت شغال زي مثلا ويلد بقول له شو وريني الاضاءات الموجودة، فبيجيب لي مكتبة كاملة فيها كل الفولتج واليومن والواتش والتايب اللي انا عايزه، فممكن اختار اي نوع فيهم اشوف ايه المعلومات اللي انا محتاجها، هل دي مناسبة للتصميم بتاعي ولا لا. لو كده بقول له يوز ان ريفت ويبدأ يحمل لي الفاميلي دي بحيث أبدأ استخدمها في قلب الريفت. ده طبعا بيوفر معايا وقت كتير. تمام، فانت كل حاجة انت محتاجها مثلا كارير هتدخل تدور على البلاجن بتاعها، اي شركة انت عايزها تدخل هتلاقي البلاجن، لو مش البلاجن على الاقل هتلاقي الفاميلي اللي انت ممكن تستخدمها.